الوغ اليوم بغيت نهضر لكم على صاحبتي لاميا. الوغ لاميا سي اون امي اللي كنمشي ندير معاها بزاف ديال المغامرات. درت معاها الصحراويه، درت معاها الويم هوف. شنو هو الويم هوف؟ سي ان ويكاند مشينا درنا ان ستاج دو ريسبيراسيون باش عملنا في الماء تلجا، خشاونا في بانيو ديال المود ديال التلج. سيتي تري دور سيتي مي سيتي تري تري بيان باسكو تعلمنا بزاف د الحوايج. ايوا حنا جالسين واحد الساعه شفتها دارت واحد الخاتم جديد اللي هو اون اليونس. قلت لها لاميا حبيبه تخطبتي تزوجتي ما في خباريج؟ قالت لي لا، هادي غير خات خويا تما تشهيتها ومشيت صايبتها عند ذهيبي. قلت لها اه وما فيك لي تزوج؟ قالت لي لا ويلا المعلومه انا باغا نتزوج. قلت لها دابا الا بغيت نفهم مزيان، عندك عين كتقلي وعين كتكب الزيت، سيتادير كنت هي باغا تزوجي ولكن دايره لي علامه ستوب في يديك اللي هي لاليونس. قالت لي شوفي الله يخليك انا اللي بغى ينوي شي حاجه ينويها، مت بالضحك. قلت لها لا عندك الحق، برافو عليك يا سلام. الا لا دون لانكونسيون كوليكتيف، في الوعي ديالنا حنا ديال الناس كاملين والرجال كاملين، ملي كيشوفوا اون اليونس واخا ما لابساهاش هنا انا مزاوقه راكي لابساها هنا، مي هو في لانكونسيون كوليكتيف ديالو راكي مجوجه. دونك بعض المرات كنديروا شي حوايج اللي هما متناقضين، انا باغا نتزوج ولكن كندير علامه ستوب. يا ويلو شي واحد يقرب لي انت 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 شوفوا يا العالم راني ها ما باغاش. يا اون فيت قد كضحك 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 لا شوفي والله تندير عليك فيديو حيت جو سي سيغ كو غيكونوا بزاف مساكن ديال العيالات وديال البنيتات اللي باغين شي هي في الحقيقه وكيديروا شي اخر. وباش نزيد نخليها تفهم دايوغ جو تفهم تي كوكو لاميا، ملي درنا لو ستاج ديال الويم هوف جا عثماني نوزا بوزي ان كيسيون، قالنا الله يخليكم هاد لو ستاج شنو هي احسن حاجه تقدر توقع لكم من مورا هاد لو ستاج ديال هاد النهار؟ وانا قلت له بلاتي انا غنجاوب في بلاصتها. قال لي شنو؟ قلت له تزوج. كنا بينا شي 20 الناس كلشي مات بالضحك وهي تقول لها شوفي صافي سالينا وهي تحيدها قدام الناس. دونك تانتيا الا عندك شي حاجه باغا ديريها ودايره ليا اختي شي علامه ستوب، علامه ستوب ماشي غير فورسيمون خاتم ديال الزواج في يدك، علامه ستوب يقدر يكون تعامل، لباس، تفكير، انا مزاوقه ديري بحال لاميا، حيديها وحطيها في الصاك لعل وعسى ربي تصنت لك ويصيفط لك شي ولد الناس.